السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتنا مرحبا بكم معنا من صفحتكم صفحة أثاث الثقة. أثاث الثقة المتواجدة بجوار مخبر تحليل الدم حي كركوب القليعة ولاية فازا. كالعادة معكم الأخ سليم، وجبت لكم اليوم غرفة جديدة تحت اسم كابايلو، نروحوا نكتشفوها مع بعض. هذه هي غرفة كابايلو كما راكم تشوفوا فيها، مصنوعة بأحدث الوسائل الموجودة في سوق الأثاث. غرفة جميلة وأنيقة تحتوي على زوج بيبان أوفرونت وزوج بيبان كوليسونت كما راكم تشوفوا فيها في الصورة. الغرفة ذات تصميم أنيق وبأيد جزائرية لتعطيها طابع جميل وجد متكامل. كذلك الغرفة تحتوي على دو سبوت، واحدة على اليمين وواحدة على اليسار. نروح الآن للطول تاع الغرفة. الطول تاع الغرفة 2.45 متر، أما العرض تاعها 58 سنتيمتر، أما في الارتفاع 2.35 متر. الغرفة ذات مقاييس عالمية ومصنوعة بالخشب الأحمر البوروج، يعني صحيحة وما تخافش عليها تتكسر أبار إذا انت حبيت تكسرها. وهذا ما يظهر أن الغرفة تاعكم ما راهي صغيرة بزاف وما راهي كبيرة بزاف، ورايحة تولم المساحة ديالكم بكل سهولة. الغرفة متناسقة ومتكاملة، وهذا ما يعكس جمالها كما هو موضح في الصورة. وهذه هي الباب اليمنى تاع الغرفة تاعنا. الباب اليمنى كيما الباب اليسرى تحتوي على دوبل موتيف، الموتيف الوسطاني هذا كيشعل بالضو كيما راكم تشوفوا. وفي اعلى الغرفة عندك تاج، هذاك التاج يتبع التاج تاع الكروندوسي ويتبع التاج تاع الاكوافيز. اما في اسفل الغرفة عندك دو تيروار كيما راكم تشوفوا في الصورة. وبعد ما كملنا الشكل الخارجي تاع الغرفة تاعنا، ننتقل للهيكل الداخلي. الغرفة تحتوي على 4 طاجيرات كما راكم تشوفوا، 4 على اليمين و4 على اليسار. في الوسط عندك طاجيرة واحدة، وعندك وين تحط لاترينج انت ومرتك كما راهو موضح في الصورة. اما الجهة الثانية الوسطى عندك 3 طاجيرات كما راكم تشوفوا في الصورة، اللي راح تكفيكم وين تحطوا دوزانكم اكثر واكثر. وكما كنت تكلمت سابقا ان الغرفة تحتوي على دو تيروار من تحتها كما راكم تشوفوا في الصورة، اللي راح تزيد تساعدكم باش تحفظوا الامتعة تاعكم في الوسع. اما الان نروحوا نكتشفوا السرير تاع الغرفه اللي خرج قوه الله يبارك. ننتقلوا الان للسرير تاع الغرفه تاعنا. السرير تاع الغرفه تاعنا اللي فيه 1.60 متر على 1.90 متر، يعني بزاف واسع. نتقدموا ليه اكثر واكثر. السرير تاعنا مصنوع بالكابيتوناج، الكابيتوناج اونتي طاش، يعني اي طاشه ولا غير بلانجيت تتنحى. كذلك المسافه بين الطاب دنوي الاولى والطاب دنوي الثانيه 2.85 متر. وبلا ما نطول عليكم نروحوا نكتشفوا الطاولات الليليه تاع الغرفه تاعنا اي لي طاب دنوي مع بعض. والان نتكلموا على لي طاب دنوي تاعنا اللي فيهم 58 سنتيمتر في الطول و39 سنتيمتر في العرض. طاب دنوي تاعنا فيهم تيروار وفيهم زجاجه من الفوق، وعندك مرايه باش الانسان يشوف روحه. هذه هي الطاب دنوي اليسرى. ننتقلوا الان للطاب دنوي اليمنى كما راكم تشوفوا فيها في الصوره خوتي. هذا هو التيروار تاع الطاب دنوي تاعنا، بزاف واسع وبزاف عريض ويكفينا باش نحطوا اللوازم تاعنا. وبعد ما شفنا كل هذا نروحوا نكتشفوا لاكوافيز تاع الغرفه تاعنا اللي خرجت متقونه الله يبارك. لاكوافيز تاع الغرفه تاعنا كيما راكم تشوفوا فيها خوتي بزاف شابه وبزاف متحوفه. انا واحد من الناس عجبتني. الطول تاع لاكوافيز 1.24 متر، اما العرض 40 سنتيمتر. جاي ستيل بيرو، هذا الستيل يحبوه بزاف الناس خاصه النساء خوتي كيما راكم تشوفوا فيها. فيها دو تيروار، فيها تيروار سكري من الفوق وفيها تيروار سكري من تحتها. عندك دو بورت، واحده على اليمين وواحده على اليسار. نتقدموا ليها اكثر واكثر باش نشوفوهم مليح. اما هذا الوضع الليلي تاع الغرفه تاعنا اللي تعطيكم صوره بزاف شابه في الليل. خوتي كنتم مع الغرفه كابايلو اللي دير 16,800,000 بالنقل والتركيب ل 48 ولايه. اللي راهو انتريسي يتصل بنا على الرقم اللي ظهر اسفل الشاشه، ويلتحق بنا على حسابنا على الفيسبوك او قناتنا على اليوتيوب او حسابنا على الانستغرام. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. سلام.